وعودة إلى أخبارنا المحلية ومع مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت، وهي محطة انتظار الركاب لحافلات النقل العام باستخدام الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية. هذه المبادرة أطلقتها محافظة حولي بالتعاون مع الفريق الفني في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وشركة النقل العام الكويتية، وبمشاركة القطاع الخاص مجهزة بأحدث المواصفات. وطبعا هذه المواصفات تكون صديقة للبيئة وتحمل في مكوناتها خصائص العمارة الكويتية القديمة. التفاصيل في هذا التقرير. نموذج مبتكر عصري لمواقف الحافلات العامة يحاكي أحد الأعمار الكويتية القديمة. مبادرة أطلقتها محافظة حولي وهي محطة انتظار الركاب للحافلات باستخدام الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية. المشروع صمم بتصميم كويتي تراثي، مثل ما انتم شايفين موجود الآن خلفنا، كله مصمم بالطاقة الشمسية بالنسبة للكهرباء، الماء، البخار اللي يطلع منه، هذا كله روعية من قبل النقل العام بحيث يكون مصمم لأحوالنا الجوية وأيضا للبيئة. محطة رقم 301 هي الانطلاقة الأولى للمشروع في محافظة حولي، وتم اختيار هذه المحافظة بالتحديد نظرا للكثافة السكانية. المحطة تم تصميمها بالمعايير البيئية والمواصفات القياسية العالمية. تم تصميم المشروع بحيث أنه يستخدم ألواح طاقة شمسية تزود البطاريات بشكل كامل في النهار بالتبريد والتلطيف، في مراوح وسبرينكلرز ماي ومرشات ماء تحافظ على درجات أقل بين 7 إلى 8 درجات داخل المحطة. المحطة رقم 301 تعد النواة التأسيسية، ستخضع للتجربة لمدة 3 أشهر، في حال نجاحها ستعمم في جميع المحافظات بعد أخذ الموافقات من الجهات الرسمية. تم اختيار المواقع واعتماد التصاميم والتراخيص مع البلدية وكافة الجهات المعنية بالبلد، وتم تجهيز التصاميم الأولية المعتمدة للـ100 موقع المختار، لأن تختلف مساحاتهم طاقاتهم الاستيعابية، ولكن كتجريب أولي اخترنا أن يكون في عز فصل الصيف. مبادرة تحمل في شكلها الهوية الوطنية وفي بنيتها نكهة عصرية متطورة. أصحابها عقول كويتية أرادوا بآلة الزمن مواكبة التطورات التقنية العالمية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.